من خلال محطتنا القادمة التي يتحدث فيها المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة. مهندس صالح مساء الخير. مساء الخير لكم جميعا ولجميع المستمعين. حياك الله معنا، طبعا متابعين أكيد ولكم دور بارز فيما تمر به السلطنة والعالم من جراء انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، وموضوع الأمن الغذائي في ظل الأزمات يشكل اهتمام كبير، وأيضا قد يكون مبعث يعني هاجس وقلق لدى البعض من مدى فعلا توفر هذا الغذاء وكفايته في المراحل التي تمر بها الدولة أو السلطنة تحديدا خلال وقت هذه الأزمة. خلنا نتحدث بداية عن دور الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة في تحقيق الأمن الغذائي في السلطنة بشكل عام وبشكل خاص في هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا. شكرا جزيلا. تنبهت السلطنة مبكرا بان أزمة الغذاء العالمي عام 2008، وبعدها طبعا انطلقت مجموعة من الدراسات متعلقة بالأمن الغذائي وتوقعات الأمن الغذائي والتحديات التي تمر بها الدول. فكان إنشاء الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة كذراع حكومي استثماري يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الغذاء بشكل مباشر أو غير مباشر بشركة بنفسها يعني تستثمر أو مع مستثمرين آخرين. والحمد لله يعني شركة بدأت انطلاق عملياتها في 2013 بالاشتراك مع القطاع الخاص. وقبل ذلك طبعا قامت الشركة بإعداد مجموعة من الدراسات الاستراتيجية. استطاعت الشركة من خلال تلك الدراسات التعرف على الفجوات الغذائية فيما يتعلق بالواردات الزراعية والواردات الزراعية التي يمكن إحلالها بإنتاج محلي. واستطاعت الشركة أن تروج لمشروعاتها مع القطاع الخاص ومع المساهمين الآخرين والصناديق، والحمد لله وجدت قبول جيد. يعني بهذا الانتباه الذي يعني تنبهت له السلطنة مبكرا، ساهم أنه الآن والحمد لله رب العالمين بعد ما نجحت الشركة في إطلاق مشروعاتها، وباكورة حقيقة أقول مشروعات الشركة هو مشروع مزول للألبان. يعني هذا المشروع المشترك يعني الشركة الحكومية هذه ساهمت ب20% والباقي طبعا صناديق وشركات قطاع خاص. يعني هذا المشروع الأول باستثمارات تبلغ 100 مليون ريال عماني. والحمد لله نجحت الشركة في إطلاق منتجاتها في 20 أكتوبر 2019 ابتداء ب20 ألف لتر. اليوم الحمد لله وصلت الشركة إلى حدود 130 ألف لتر، ونتوقع 150 ألف لتر قريبا. وتتوسع الشركة في يعني استيراد قطعان الألبان. اليوم في موقع المزرعة أكثر من 7000 راس من الأبقار المدرة للحليب. والمشروع مشروع نموذجي، يعني مشروع مبني على أسس تجارية صرفة وينافس في منتجات وماركات مشهورة. يعني والحمد لله من حيث الجودة طبعا تجاوز معايير الجودة. ومن حيث اختراق السوق تمكنت الشركة من اختراق ولاقى قبول. أيضا عندما نتحدث عن منتجات مزون اليوم لاقت تفاعل مجتمعي وقبول كبير، يعني في استبدال كثير من المنتجات بهذا المنتج المحلي. بالضبط. وذلك طبعا بسبب الجودة حقيقة في المقام الأول، لأن المستهلك العماني والمقيم يعني مهتم جدا مسألة الجانب الصحي الجودة. إنسان حريص جدا على ما يعني على ما يعني يدخل معدته، يعني حريص جدا على الجانب الصحي. فهذا التركيز من اليوم الأول في تصميم المشروع بني على أن يكون هذا المشروع يعتمد على أفضل المعايير أولا، وثانيا باستخدام أفضل التقنيات العالمية والحديثة في هذا المجال باعتباره أحدث مشروع يعني ألبان في الشرق الأوسط. فأخذ كل التقنيات الحديثة والجديدة والمستجدة وطبقها في هذا المشروع. يعني هذا المشروع مثلا يعتمد على الذكاء الاصطناعي في كثير من العمليات، يعني وطبعا التتبع كذلك، والعمليات اللوجستية كلها مبنية على استخدام التقنيات، مما يمكن الفريق العمل من متابعة كل جزئية صغيرة كانت أو كبيرة. حفاظا على الجودة، حفاظا على صحة المستهلك في المقام الأول. يعني هذا نموذج
الذي يستطيع أن يفتخر به كل عماني على نجاح المشاريع الأمن الغذائي والاستثمارات الغذائية في السلطنة، رغم يعني رغم المنافسة الشرسة ورغم التحديات المختلفة، ولكن الحمد لله رب العالمين تمكنت السلطنة كونها تنبهت يعني مبكرا لهذا النوع من التحديات. وهناك أيضا نجاحات أخرى يعني سواء كان من خلال الشركة نفسها أو من خلال الشركات الأخرى. الحمد لله رب العالمين يعني نحن نقول اليوم هناك يعني مرحلة متقدمة من الاكتفاء الذاتي بكثير من السلع. وهناك طبعا أيضا وستبقى الأمور كما في كثير من الدول. الاستيراد لا بد منه، اليوم العالم عبارة عن قرية واحدة. وبطبيعة الحال ما تستطيع أن تنتجه في السلطنة ينبغي أن ينتجه في السلطنة. هو مهندس عندما نتحدث يعني تحديدا عن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، تضم أيضا في مجموعتها مجموعة من الشركات تتنوع في إنتاجها بين الألبان والتمور والدواجن والحبوب والمنتجات البحرية. هل هذا يعني التنوع أيضا يساهم في تعزيز المخزون الغذائي وتوفير الكميات المناسبة والمحققة يعني الاكتفاء الذاتي محليا، ولا سيما نحن اليوم يعني أسئلة كثيرة تتبادر في أذهان يعني المواطن نفسه، هل بعد فترة طالت هذه الأزمة أم انتهت قريبا؟ هل فعلا الغذاء المتوفر كافي؟ طبعا السلطنة يعني كونها يعني تنبهت مستقبلا ولديها طبعا استراتيجية واضحة للأمن الغذائي، يعني هنا في السلطنة الأمور لا تحدث أبدا يعني اجتهادا هكذا، يعني موضوع الأمن الغذائي موضوع تم التنبه له مسبقا، ولهذا أسست الهيئة العامة للمخازن الاحتياط الغذائي. يعني هذه الهيئة الآن تقوم بدور كبير جدا في طمأنة المستهلك وفي توفير مخزون احتياطي استراتيجي كبير جدا للسلطنة. يعني أمس فقط أعلنوا عن شراء 10,000 طن من السكر احتياطا، حتى لو تعذر على التجار أنهم يوفرون هذه الكمية، فمخازن الهيئة يعني ملأة بالقمح وملأة بالرز وملأة بالسكر وملأة بالعدس وملأة بغيره من المنتجات. يعني هذا التنبه المستقبلي جعل السلطنة تتقدم في مؤشر الأمن الغذائي على مستوى العالم. يعني دائما السلطنة دائما تأتي في دائما في الربع الأول أو النصف الأول خلنا نقول من الدول التي يسمى الدول الآمنة غذائية. وطبعا الأمن الغذائي بعد نحتاج نحن نعرفه يعني حتى لا تختلط المفاهيم يعني علينا. يعني مثلا الأمن الغذائي دائما مرتبط بثلاث عناصر رئيسية: الوفرة يعني كمية متوفرة، والقدرة على الشراء، والولوج لهذه الشراء، بمعنى أنه إذا تملك المال هل الغذاء متوفر؟ إذا الغذاء متوفر هل هو يعني بالأسعار الممكنة؟ وهل إذا متوفر هل هو بالجودة المقبولة؟ يعني هذه مهمة جدا، ولهذا إذا أردنا قياس يعني حالة الغذاء في السلطنة، خلينا نقول حالة الغذاء في السلطنة، نجد الغذاء متوفر ومتاح. يعني تحتاج ان اليوم تسوق سيارتك لمدة 100 كيلو عشان تحصل على احتياجاتك الغذائية، بل يأتيك إلى بيتك اليوم. يعني شكرا لشبابنا التجار الإلكترونيين، أنا أقول لهم شكرا جزيلا لهم على المبادرات التي أطلقوها ومكنونا من الحصول على منتجات كلها المختلفة الغذائية وغير الغذائية عند أبواب بيوتنا، شكرا لهم. ولكن أقول أنه المعايير التي تقاس بها مسألة الأمن الغذائي يعني أغلبها متعلقة بالكلها متعلقة بالوفرة والجودة والسعر الملائم والقدرة على الولوج لشراء هذه الأغذية. هذه متاحة في السلطنة والحمد لله رب العالمين. لم يشكو أحد منا يعني إنه أراد يخرج لشراء خبز مثلا ولم يجد خبز، أو أراد أن يشتري منتجات يعني خضروات لم يحصل عليها، وأراد يشتري أسماك مثلا ما وجدها، ولا أراد أن يشتري طحين أو حليب أو أو زبدة أو هكذا ولم يجدها موجودة في السوق. يعني هذا لم يحصل، بل لم يحصل حتى في أغلب مراحل التحدي التي مرت بها السلطنة ونجحت، يعني مثلا أيام الأنواع المناخية المختلفة التي مرت على السلطنة. يعني حتى لو كان في مشكلة تكون سويعات ويتم التدخل مبكرا لمعالجة تلك الاحتلالات اللي حصلت. في هذا الأمر الحمد لله منذ الإعلان الأول عن وجود تحدي
وإغلاق بعض المصادر في دول العالم. السلطنة على يعني مباشرة الحمد لله رب العالمين بدأت كل الآليات التي كانت موجودة في الموضوع للطوارئ بدأت تعمل وتعمل بنجاح أنا أقدر أقول يعني الحمد لله رب العالمين، وحصل تطمين للشارع. ولهذا لم تشهد السلطنة ما يسمى بشراء شراء الخوف يعني شراء الهلع الذي حصل في دول متقدمة جدا جدا يعني دول العالم يعني حصل فيها شراء يعني بشكل مخيف وهلع وتخزين للأغذية في البيوت، وحتى لو حصل نقص مباشرة يتم يعني إعادة تغذية الأرفف. والرسالة وصلت الآن للجميع بأن هناك ما يكفي تغذية كل من هو على هذا الأرض وتطمين المستهلك سواء كان مواطن أو مقيم، بأن هناك ما يكفي من منتجات غذائية سواء السلع الأساسية التي بها يعيش الإنسان وهي قائمة على البروتين والكربوهيدرات والزيوت، أو السلع المكملة لذلك يعني حتى السلع المكملة اليوم لا تشهد أي نقص يعني. ولهذا أقول إنه هذا التعاون بين وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة التجارة والصناعة وكذلك غرفة التجارة وصناعة عمان والهيئة العامة لمخازن الاحتياط الغذائي والهيئة العامة لحماية المستهلك كذلك ومجموعة أسياد والمجموعة العمانية للطيران والشركات المنتجة للغذاء كالنزول الألبان والبشائر للحوم وشركة المطاحن العمانية وشركات الأعلاف وشركة الأسماك العمانية وغيرها من الشركات الموجودة. يعني هذا التعاون بين المنصات الإلكترونية التي تقوم بالتجارة الإلكترونية وتوصيل المنتجات للمنازل، كل هذا الجهد الوطني يعني يعمل الآن بتناغم ممتاز جدا وبتناغم يدل على قدرة الإنسان العماني على أن يتعاطى مع التحديات بثقة عالية وأيضا بفعالية الحمد لله رب العالمين. ولم توجد أيضا مهندس أي مؤشرات لما يدعو إلى القلق والخوف فيما يخص موضوع يعني الغذاء وتوفره، وكثير من الجوانب اللي ذكرتها هي فعلا كانت حاصلة ومتابعة ومنشورة أيضا على المستوى المجتمعي والإعلامي. كل الجهود اللي بذلتها الجهات المعنية كانت مطمئنة وتبعث رسائل اطمئنان للمجتمع بأن الغذاء متوفر ومتابع أيضا، ليس فقط متوفر، كل شيء من أجل مصلحة المواطن سواء أسعار هذا الغذاء انتشار توزيعه أيضا على مستوى المحافظات، حتى في حالة الغلق اليوم أو عزل بعض المحافظات الناقلات لتنقل الجوانب الغذائية مسموح لها أن توفر هذه المؤن للمواطن أينما كان موقعه على مستوى السلطنة. نعم هو لا طبعا لا يمكن يعني أن يحدث نقص في أي شيء بدون أن تتدخل يعني الجهادات العلاقة التدخل لإعادة توازن السوق، يعني هذا أصلا يعني غير موجود في الحسبان. يعني هناك ترصد وهناك تتبع وهناك قراءة مستمرة لمستوى يعني الغذاء ومستوى السلع المختلفة، حتى هناك تدخل أيضا الآن في موضوع التسعير. يعني حصل مثلا أحد التجار أراد أن يعني يستغل حالة الاستشعار القلق عند بعض المشترين، يعني في تدخل لكبح جموح الأسعار من خلال ضبط عمليات يعني إدارة المخزون وكذلك يعني عمليات البيع داخل الأسواق. لا مجال حقيقة أنا أقول لا مجال أبدا لأن يعبث عابث يعني، والحمد لله رب العالمين يعني الأسواق مستقرة والأسواق ملأ، أنا أقدر أقول الأسواق ملأ. هناك حتى في بعض الأماكن شكوى من عدم وجود الزبائن، لأن الزبائن بعضهم اشتروا طبعا بكميات أكبر وجلسوا في البيوت الآن جزاهم الله خير على جلوسهم في بيوتهم وبقائهم قرب أسرهم وعوائلهم في ممارسة التباعد الاجتماعي. واليوم أيضا ما نتحدث عن الشراء مهندس، مثل ما ذكرت الخدمات تصل يعني الغذاء يصل للبيت من خلال منافذ البيع الإلكتروني ومنافذ التوصيل أيضا والخدمات اللي ارتبطت بالتطبيقات المختلفة اللي أطلقت في السلطنة. نعم هو من هذا صحيح، ولكن أقدر أقول عودة إلى يعني حوارنا الأول وهو دور الشركة العمانية للصناعة الغذائية القابضة والشركات الأخرى مشكورة حقيقة التي يعني تمول السوق العماني بمختلف المنتجات. احنا اليوم اقدر اقول بانه لدينا وفره في منتجات الالبان، لدينا وفره في اللحوم البيضاء،
لدينا وفرة طبعا شديدة في الأسماك، لدينا وفرة في التمور، لدينا وفرة في المخبوزات، لدينا وفرة في البيض، لدينا يعني منتجين مختلفين يعني تنافسون اليوم على المستهلك المحلي. نعم. ليس لنا يعني ليس هناك قلق، فقط رسالة لإخواني وأخواتي وزملائي وأبنائي وبناتي الذين يعملون في مختلف مواقع العمل، يعني في شركات المجموعة. نعم. الذين يعملون الآن في الصحراء في ظل هذه الظروف، طبعا هم موجودين في المصانع، موجودين في المزارع، يعملون في تلك الصحاري في الحارة والباردة، يعملون. نعم. في أجواء يعني شديدة الحرص والترصد. أقدم لهم كلمة شكر حقيقة من هنا. نعم. يعني نحن في مجال التخطيط والعمل التنفيذي نقوم بالتوجيه والإشراف وهكذا، لكن حقيقة من يقوم بالعمل هم أولئك الذين. نعم. يعني توجه لهم الآن التحايا والتقدير. نعم. من أبنائنا وبناتنا وزملائنا وأخواننا يعني ومن يساعدهم حقيقة من وافدين وغيرهم، لأن المستشعرين حقيقة التحدي يعني. نعم. شاب عماني يصحى الساعة 4 يعني الفجر ويقوم بالانطلاق بالشاحنة الألبان يوزعها في المحلات قبل أن تفتح المحلات صباحا، يعني ماذا تسمين هذا من في هذا الظروف طبعا. نعم. ولا يتبرم ولا يشتكي ولا يقول شيء، وإنما يعرف أن هذا واجب وطني. هؤلاء لهم خالص التحايا والتقدير، ولكم حقيقة من. نعم. أنتم الذين المؤسسة الإعلامية والمؤسسة الطبية والمؤسسة حقيقة هذه المؤسسات التي تعمل على ترسيخ وإرساء الوعي، يعني لهم من التقدير، لهم يساهمون حقيقة في هذا الاستقرار المجتمعي، ويساهمون في بيان حقيقة الصورة. نعم. الحقيقة الصورة الذي أقدر أنقلها وتنقلونها معي جزاكم الله خير، هي أن الأمور مطمئنة، وأن شبابنا يعملون في مختلف المواقع، بل أي مكان يعني فيه تحدي وصول منتجات، يعني فريق العمل في كل الشركات يعني يعمل بالتعاون مع أسياد في إيصال المنتجات للمناطق التي تحتاج نقل بحري أو تحتاج نقل جوي. وشكرا حقيقة لأسياد، شكرا يعني للبحرية السلطانية، شكرا حقيقة لكل من. نعم. يعني يبذل جهده اليوم في إيصال المنتجات المختلفة، وبالذات المنتجات الغذائية للمستهلك العماني في أي قرية، في أي مكان، في أي جزيرة. نعم. في أي موقع حقيقة يتطلب بث الطمأنينة، ويتطلب يعني توفير كميات إضافية من الغذاء حتى لا يشعر أحدهم بأنه في حاجة إلى التخزين، وفي. نعم. حاجة إلى الشراء الهلع، وفي حاجة إلى أنه يعني يخزن لفترات طويلة. نعم. كل الأغذية متوفرة، كل السلع متوفرة، بعضها الآن صار فيها تخمة وفيها زيادة، وفيها كميات موجودة في السوق، لدرجة أنه هناك شكاوى من البعض بأنه لديه مخزون إضافي ويحتاج أنه يصرفه بطريقة أو أخرى يعني. نعم. فهذا طبعا هذا. نعم. هذه رسالة مطمئنة، لكن أقول أيضا نحن يعني في حاجة إلى المزيد من هذه المشروعات. نعم. في حاجة إلى المزيد من التوسعة في هكذا مشروعات، نحن في حاجة إلى تجويد عمليات يعني العمليات اللوجستية الخاصة بتوزيع الغذاء، أو الخاصة بتسويق المنتجات الزراعية، أو الخاصة ب يعني إعادة هيكلة بعض العمليات يعني التي ممكن يتمكننا كفريق عمل وك يعني مؤسسات الأعمال تمكنت من استيعاب حجم التحولات الإلكترونية والتحول الرقمي الذي بدأ يطرأ الآن على المستهلك وعلى الشارع وعلى المؤسسات. إذا تمكننا من فهم يعني هذا التحول الذي حصل، وقدرت الشركات أن تكيف عملياتها وأعمالها مع هذا التحول، أكيد هناك فرص كبيرة يعني. نعم. نحن نرى بأنه هذا التحدي يولد فرص للمنتج العماني. نعم. ويولد قدرة على حقيقة يعني ابتكار آليات عمل. اليوم الشاب العماني الذي يعني لديه مبادرة صغيرة في الإنتاج الزراعي، لا عليه أن يتوسع، لأنه لاحظ بأنه من خلال منصة إلكترونية يستطيع أن يصل لكل المستهلكين اليوم يعني. فأنا أقول بأنه يعني الفرص كبيرة يعني. دعين مثلا أخذ مثل يعني من الأمثلة، لو شركة البشار اللحوم مثلا. شركة طبعا لديها أحد أكبر مزارع الإنتاج الحيواني في العالم. وجزاهم الأخير القائمين عليها، وحي الدكتور غالب سعيدي رئيس التنفيذي للشركة وفريق عمله في الصحراء. نعم. يعملون لمثلا توفير اللحوم الحية للمواطنين، ومن خلال
شباب عمانيين موزعين في كل أنحاء السلطنة. نعم. ومن خلال أيضا مجموعة من التطبيقات، ويعملون على حقيقة تطوير مجموعة من التطبيقات والعبوات التي تمكن. مهندس، بما أنك يعني أشرت إلى هذا الجانب، خلينا نذكر يعني أيضا يعني الخبر اللي أوردته وزارة الزراعة والثروة السمكية حول موضوع استيرادها يعني خلال الأيام الماضية لمجموعة من الماشية إلى الأسواق المحلية من عدة دول. فالدور اللي تقوم بشركة البشائر في هذا الإطار وبالتكامل مع هذا الجهد اللي قدمته وزارة الزراعة. يعني وزارة الزراعة طبعا جزاها الله خير. يعني بإشراف مباشر من معالي الدكتور الوزير. يعني بشكل مباشر وباتساق وبانسجام يومي. هناك تنسيق مباشر لعملية الاستيراد، سواء استيراد المواشي أو استيراد يعني الخضروات مثلا إذا حدث نقص في السوق. أو حتى التصدير لو 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 تطلب الأمر. لكنه الجميل في هذا الأمر كله أن المؤسسات تعمل اليوم بانسجام أكثر، وتعمل بشكل يعني يدعو ويبشر حقيقة بخنقول يعني مستوى متقدم جدا من التفكير، وكله يقود. لاحظي أن كل هذه العمليات يقودها يعني أبناء البلد، يعني هذه أيضا ميزة إضافية. يعني كمية التنسيق الذي يحصل الآن بشكل يعني على مدى 24 ساعة، تأكيد بأن السلطنة تحظى بموقع متقدم كمركز عالمي الآن استقبال الأغذية من جميع دول العالم، بحكم أن موانيها مفتوحة على العالم، وبحكم أن لديها أكثر من 80 وجهة الآن. نعم. يتم الحصول منها على مختلف السلع. يعني هذا كله أدى إلى أنه خيارات الاستيراد عندنا في السلطنة عالية جدا، وأيضا فتح آفاق على خيارات الاستثمار. نعم. يعني مثلا مشروع، نعود لمشروع يعني البشائر للحوم، يعني هذا نموذج من النماذج التي كثير لم يتجروا على الدخول فيه حتى دول. ولكن السلطنة اليوم تلج في هذا المجال، وستتحول بإذن الله تعالى بدعمكم وسندكم ووعي أيضا المستهلك إلى مركز عالمي متقدم لإنتاج اللحوم الحمراء. نعم. يعني هذا هو المؤمن. ونجحت السلطنة سابقا في موضوع اللحوم البيضاء، تجربة الصفا للأغذية. نعم. نقدم لهم الشكر والتقدير، سبقوا من 20 سنة حقيقة في إنتاج الأغذية اللحوم البيضاء ومشتقاتها بنجاح، يعني واكتسبت أسواق عالمية. شكرا. نعم. لهم، لأنهم أيضا حاليا هم يفضلون التركيز على السوق العماني، كما حصل حوار مؤخرا مع الرئيس التنفيذي. نعم. يقول هم همهم الرئيسي الآن يعني تخزين أكبر كمية من اللحوم البيضاء، تعسبا لشهر رمضان وتحسبا لزيادة الطلب. نعم. كون المستورد قد يقل من دول مثل البرازيل ودول الخليج. نعم. فهذه الجاهزية. نعم. هذه الجاهزية يعني حقيقة نقدم الشكر والتقدير لإخواننا الذين يعملون. خذي موضوع البيض، يعني لدينا أكثر من 4 شركات، يعني سواء شركات المجموعة هنا أو شركات أخرى، يعني لهم الشكر والتقدير، ينتجون أفضل أنواع البيض في العالم كجودة عالية. نعم. وتنافس حقيقة في جودتها العالية. صحيح قد تكون الأسعار قليلة مرتفعة، لكن الشيء الجميل أن هذه منتجة في مزرعة بجواري، أنا أعرف أين هذه المزرعة، أعرف أصحابها واستطيع أزورها وأتأكد من جودتها. هكذا أيضا بالنسبة للأقماح وبالنسبة للأخباز المختلفة. أنا أعرف أنه منتجات الخبز مثلا من شركات مجموعة من ذهبي وغيرها من الشركات. نعم. وغيرها من المخابز التي تعمل ليلا نهار، شاكرين لهم ومقدرين لهم هذا الجهد، نعلم بأنها يعني ذات جودة عالية وأنها تأتي من المطاحن المختلفة المنتشرة في السلطنة. نعم. السلطنة يعني تقدمت كثيرا، يعني لديها مثلا شركة المطاحن العمانية، ولديها شركة مطاحن صحار، ولديها يعني شركة مطاحن طلالة، ولديها شركات مطاحن صغيرة أخرى، يعني ولديها أيضا صناعة الأعلاف متقدمة جدا. هناك أكثر من 3 مصانع أعلاف في السلطنة، بعضها تابع للمجموعة هنا، وبعضها يعني من شركاء وزملاء آخرين. حتى في مجال الألبان، يعني ليست مزون وحدها في السوق، هناك الصفوة سبقوا حقيقة في الإنتاج. لدينا أيضا مبادرات مؤسسات صغيرة متوسطة مثل الخمائف جزاهم الله خير، يعني يقدمون أيضا منتجات رائعة للسوق المحلي. يعني مجموعة هذه الشركات. نعم. التي تعمل على تزويد السوق العماني بمختلفات ذات جودة عالية وصحية ومنافسة في الجودة والأسعار، حقيقة يعني الواحد لابد أن نقدم لهم التقدير والشكر.
وخاصة في هذا الظروف لأنهم نعم. يعملون ما توقفوا هؤلاء لم يتوقفوا أبدا. نعم أكيد لهم كل الشكر والتقدير مهندس، وهذا هو الدور اللي ممكن يؤدي أبناء الوطن دائما في تقديم الأفضل للوطن، وهذه الرسالة اللي بعثتها أيضا من خلال هذه المحطة، أن هناك رسالة اطمئنان واضحة بأن يعني الأمن الغذائي والمخزون الغذائي خلال هذه الفترة تحديدا اللي تمر بها السلطنة ويمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا، هناك لا يوجد أي يعني مؤشرات لوجود نقص في هذا الغذاء بتنوعه وبمجالات المختلفة. والأفضل من كذا نقدر الأفضل من كذا يعني بقول أضيف على كلامك يعني طيب هذا أقول الأفضل إنه إحنا أيضا يعني نبادر يعني لا أنا أدعو القطاع الخاص حقيقة أن يكون شريك، وإحنا شركاء للقطاع الخاص وأيضا مستعدين حقيقة للابتكار وإيجاد حلول للتعاون مع القطاع الخاص في أي مجال يرى القطاع الخاص أنه الآن بسبب خلينا نقول ثبات الاقتصادي لقطاع الأغذية وكونه من القطاعات الاستثمارية التي تتعاطى مع التحديات بثقة، يعني القطاع الخاص مدعو كذلك أنه يشارك يعني هذه المؤسسات ويعلن عن رغبته حقيقة في التعاون، والأبواب مفتوحة حقيقة للعمل مع القطاع الخاص العماني وغير العماني. لأن أثبت هذا المناخ الاستثماري بأنه مناخ جاذب للصناعات الغذائية تحديدا ولغيرها، ولكن بالنسبة للأمن الغذائي ومشاريعه اليوم يعني النجاحات حقيقة التي حصلت والنماذج التي الآن نحن نتعاطى معها كلها تؤكد أهمية الولوج بالنسبة للمستثمر، الولوج للاستثمار في القطاعات الاستهلاكية اليوم. نعم. نصيحة طبعا أنه للمستثمر ذكي أنه الولوج للاستثمار المرتبط بالاستهلاك اليومي للإنسان، يعني سواء كان يعني قطاع الاستثمارات الغذائية. نعم. الاستهلاكية أو الدوائية أنا أقول يعني ينبغي حقيقة الخوض فيها، أو حتى القطاعات الخدمية سواء كان الخدمات المباشرة أو غير مباشرة. وهنا حقيقة اسمحي لي أن أقدم كلمة شكر وتقدير لصندوق العماني للتكنولوجيا. نعم. ودوره حقيقة في إطلاق مجموعة من المنصات التي تخدم المستهلك المجال الغذائي بشكل مباشر. نعم. سواء كانت المنصات المتعلقة بقطاع الأسماك أو قطاع الأغذية بشكل مباشر أو تلك المتعلقة بإدارة الأسواق المختلفة أو تلك المنصات التي يعمل بها الشباب العماني الآن من أجل إيصال منتجات عالية الجودة إلى منازلنا. أنا أقول إنه هذه الشراكة التي نعتز بها وهذا الدعم وهذا الزخم وهذه المبادرات حقيقة التي تحتاج منا أن إحنا نقدم كل شكر والتقدير ونرفع القبعة ونقول لهم ونقدم لشبابنا كل التحايا في هذا الظروف. لم يجلسوا حقيقة في بيوتهم متفرجين، بل يعني كانوا يعملون في مختبراتهم وفي مكاتبهم وفي مواقعهم يعني وفي منازلهم بشكل فردي. نعم. من أجل إطلاق تلك المبادرات وتلك المنصات. يعني هذا أولا يجعل كل محب وحاذق على هذا البلد يعني يشعر بالفخر والاعتزاز من شبابنا. نعم. لهم التحية. نعم. وأيضا يشعر بالإطمئنان بأنه المستقبل مشرق لهؤلاء الشباب، والمستقبل مشرق لأن تلج السلطنة إلى صناعات الخدمات بثقة، وكذلك أن تتحول السلطنة إلى منصة عالمية أقدر أقول لإنتاج الغذاء وللصناعات الغذائية ولإعادة تعبئة الأغذية ولإعادة التصدير مستقبلا بحسبان الموانئ المختلفة التي فيها، وكذلك بحسبان وجود مؤسسات قوية مثل الأسياد ومثل المجموعة العمانية للطيران التي الآن يعني تفرغ مجموعة من طائراتها لنقل المنتجات الغذائية، وأيضا أسياد التي يعني تصل لموانئ العالم يعني تأتي محملة تلك السفائن. جهود كبيرة مهندس تبذل في هذا القطاع، وإن شاء الله يعني المستقبل يحمل إن شاء الله بشائر أفضل، ومن خلال الجهود اللي ذكرتها. شكرا لك مهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، حديث لا يمل لكن احنا دائما الوقت هو يدركنا. سعدنا جدا ب
كل هذه المعلومات الثرية اللي ذكرتها والمرتبطة بالأمن الغذائي وكذلك الاستثمارات في هذا القطاع. شكرا جزيلا. وأنا أسعد وأقول خليكم في البيت وإن شاء الله يعني تنجلي هذه الغمة وننطلق معنا المستقبل بثقة بإذن الله. شكرا مهندس. شكرا، يعطيك العافية.